الضريبة العقارية على خلاف جميع الضرائب الأخرى، الضريبة الشرعية وأنواع وأصناف الضرائب على الدخل الأخرى. الضريبة العقارية هي أكثر ضرائب إثارة للنزاع، سواء أمام الإدارة أو أمام المحاكم أو كل الهيئة الأخرى للجنة المحلية والجنة الوطنية. وبالتالي المجتمع لتفادي هذه النزاعات جاء بهذه المبدأ، وهي رأي 234 المكرر أربع مرات، وهو أن للمواطن إمكانية طلب رأي مسبق في البيع المصنع القيام به من طرف مواطن. وبالتالي يمكن للمواطن يقدم طلب ديالو للإدارة داخل أجل 30 يوما من تاريخ إقرار عقد الوعد بالبيع، والإدارة أن تجيبه حول مصير هذا البيع، يعني القيمة ديال البيع، الموقع ديال البيع، المساحة ديالو، الطبيعة ديالو، يعني الديزنياسيون ديال المبيع. وبالتالي الإدارة ممكن تعطيك تجاوبو في واحد الرسالة داخل أجل المواطن عنده 30 يوم، إجراء عنده 60 يوم، وتعطيك عناصر ديال التصفية. إلا توافقوا وجاوبته وقدم الإقرار ديالو هذيك العناصر ديال التصفية، هنا كتعطيه هذيك المراقبة الجبائية، والحال أنه يكون غير مشمول المراقبة الجبائية. لكن حالة ما أنه لم يقدم إقرار وفق بيان التصفية، المرسل له من طرف الإدارة بناء على طلبه. هنا الإدارة كتفرض واحد الضريبة ديال الفرق ما بين الثمن ديال المصالح به و 5%، وهنا نسقط في إشكالية السن التنفيذي. أين هو السن التنفيذي لهذا الفرق الضريبي أنها تجعل الفرق بين المبلغ المصالح به و 5%، في حين نعلم ان الكوتيزاسيون مينيمال الضريبه الحد الادنى من الضريبه هو 3%، الا كان كبير على الهامش ديالنا ديال 20% كناخذوا هذاك الكبير، ولكن هذه 5% فقط ديالاش؟ لان نعلم كما نعلم وكما اشرت لكم ان الاقرار ديال الملزم سواء كان قدم الاقرار او لم يقدم اقراره، بمعنى عملية التصحيح أو الورقة الجبائية أو عملية القبض التلقائي، لا بد أن تكون بموجب مسطرة على أساس أن التصاريح الملزمة العقودية هي مسيجة، يعني محمية بضمانات شكلية لا بد أن يتم التقيد بها، في حين أن هناك فقط بدون سبب قانوني.